قناة ولد الفريقو واحدة من القنوات الكبيرة في العالم والوطن العربي، عليها ملايين وملايين وملايين المشاهدات، لكن محتواها جدا سيء. محتواها بخزي يا اخوان. خلينا نحكي على الموضوع. اهلا فيكم حلقة جديدة محمد بالرب. كيفكم؟ 500,000 اللي وراي قربنا نمسحها، هاي حطيتها هون قبل 8 شهور والحمد لله قربنا نوصل 500,000. يعني صراحة بس لما افكر بالرقم انه 500,000 انسان يصير معي توتر. ان شاء الله لما نوصل 500,000 كثير حيصير فيه تغييرات، لا مش تغيير بس يعني الاستوديو بدي اضبطه، بدي انزل اغنيه الهبد، بدي انزل ملابس الهبد، كلها يعني حوالي على 500,000 او قبل شوي او بعد شوي حتكون في هاي الفتره، فترقبوا. طيب يا اخوان، انا بحب اتمسخر على الناس، انا زلمه يعني انا بحب اتمسخر على الناس، بس مشكله الناس انهم كثير منهم بتضايقوا بيزعلوا لما اتمسخر عليهم، فمرات بضطر اكون لطيف، مثلا كل ما اتمسخر شوي ازت لي مدحه هيك. يعني انت واحد ثلاثة بس كل احترام لك، فصعب انه اخذ راحتي، لكن اليوم حتمسخر على شركة والشركات ما عندهم احساس. ف اليوم بدي نحكي عن قناة كثير بيض يعني. قناة اسمها 123 جو، هي قناة تعمل حيل منزلية، حرف يدوية، سكتشات، مشاهدات القناة كثير عالية، وقصة هاي القناة انه في منها نسخة لكل لغة. فاليوم بدي افرجيكم 123 جو العربية، خليني افرجيكم بعض الفيديوهات عشان تفهموا شو قصدي. البنات مقابل الاولاد، اختلافات حقيقية ومواقف مضحكة، ركزوا على كلمة حقيقية. اوكي خلينا نشوف الفيديو. يا الهي، هذا اكبر عنكبوت رأيته في حياتي. اوكي فبلاقوا عنكبوت في الصالون والبنت خافت فبتحكي للشاب انه يقتله. لا ستؤذيك. ها امسكته به. والشاب خلص قرر يقتله الزلمة. الزلمة يقتل العنكبوت؟ لكن صار مشكلة بسيطة، اشي عادي بصير مع الكل. او لا، طلع العنكبوت بيعرف مصارعة. قيد احد كذا من هذا الشيء. فجد العنكبوت يعني قاعد يخبط على الزلمة يعني. وهذه ميزة. ذكروا يا اخوان انه الفيديو مكتوب في عنوانه مواقف حقيقية، يعني اشياء حقيقية بتصير مع الناس. خلينا نشوف الموقف اللي بعده. جينيفر اصيبت بعدوى تلك الجرثومة المنتشرة. اوه لا جينيفر، اوه سلامتك. اتساءل ان كانت حرارتي مرتفعة. اوكي حرارة البنت 40 درجة مئوية، يعني كمان درجة بصير معها تلف في الدماغ. اوه الله يعينها، اكيد حتقعد يومين ثلاثة بالفراش عبل ما تطيب. لدي الكثير مما يجب علي فعله اليوم بدل الاستلقاء على الفراش. جد يا اخي جد 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 ما يعني كل هذول الناس الاغبياء قاعدين بمرضوا وبروح على المستشفى وقصص، ما خطرت على بالهم يطنشوا المرض وخلص. تجاوزت جينيفر مشكله مرضها. والله مجنونه البنت. شو بتسوي؟ شو مقزز. لحظه، يبدو هذا المخاط غريبا. نعم نعم. واو يبدو هذا المخاط غريبا. ليه شو؟ الشاب يا اخوان هاوي مخاط، عنده بيجمع، عنده كوليكشن الزلمه، بتلاقي عنده دفتر مخاط. انا لقى مخاط شكلها غريب. اوكي راح طلع مجهر، عنده زلمه مجهر في جيبته، وهسه بده يفحص المخاط. ليش هذا مخاط مقزز؟ لن اتمكن ابدا من نسيان ذلك. لا يا شيخ والله مخاط مقزز. واو اول مره بسمع بهيك اشي. مش كل المخاط هيك يا اخوي، والله يعني ما تعمم على كل المخاط الثاني. اوكي حيل عبقريه للكسالى. اوكي انا انسان كسول، يعني انا من الناس الكسالى جدا، فحاسس هذا الفيديو بعنيني، حاسس الفيديو هذا بيمثلني وبعنيني، بدي اشوف شو بتعطيني حيل. نتفليكس ها انا قادمه. بدي تحضر فيلم. اوكي خلينا نشوف. لكن قد لا يكون وعاء الفشار هو الخيار الافضل لمشاهده افلام الرعب. يا الهي سيتناثر الفشار. اوكي البنت بالضبط قعدت 6 ثواني تحضر الفيلم. تلاقيها خافت على الدعايات او شيء. اوكي فالمهم انه البشار بطير، فهسه هي لازم تنظف. او لا ستعود امي الى المنزل قريبا. اوكي فهي كثير مستعجله لانه امها حترجع على البيت قريبا وكل البيت بشار. اوكي من ناحيه هسه للكساله عشان تنظف البيت بسرعه، شو هي؟ السياره اللعبه قادمه للمساعده. اوكي او نعم يمكنني بالتاكيد الاستفاده منها. طيب جرب ربط شعيرات المكنسه بسياره مع ريموت كهذه. ايش هالغباء؟ مين هيك بيسوي؟ مع هذا الاختراع يمكنك كنس الفوضى في وقت قصير. انا كشخص ممثل الكسالة، مين حكى لكم اني برتب بيتي اصلا؟ ناس الكسالة ما بينظفوا، احنا ما بننظف. انا هاي غرفتي، هاي طلع هاي كومة الاواعي، صلها احضروا الخمس فيديوهات الماضي كلها فيها هاي كومة الاواعي، مش عم بنظف لاني كسول، انا كسول. ما حدا كسول بروح يجيب سيارة بفك المكنسة بربطهم في بعض بعدين بقعد شو وين؟ مين هيك بيعمل؟ اصلا كسالة ما عندهم مكنسة اصلا. كل ما عليك فعله الان هو تفريغ القمامة في سلة المهملات. فرغت القمامة في سلة المهملات، انا بعرف انتم شو كلكم بتسألوا، كيف حطت الكيس جوا سلة المهملات؟ لا تقلقوا في حيلة ذكية أخرى لهذا الموضوع. الحياة مليئة بالمهام الغسيسة.
مثل وضع الأكياس المزعجة داخل صندوق القمامة. فعلا إنها مهمة غثيثة، يعني كثير صعب إخوان الموضوع، يعني كل عليك تعمله تحط الكيس جوا سلة الزبالة بس. سأريك طريقة أسهل للقيام بذلك يا كايت. أوكي لو سمحت فرجيني الحيلة العبقرية للكسالة بليز. رغم أنها قد لا تكون الفكرة الأكثر أمانا. أوكي حطت الكيس على صاحبتها. يمكنك منع الكيس من الامتلاء بالهواء بوضعه على رأسك أولا. يلعن أم الغباء. يتخيل هذا. أترى مجرد حيلة حياتية أخرى رائعة؟ لا البنت المشكلة انبسطت يعني. أوه والله واو كيف هيك عملتي؟ ولك يا هبلة استخدمت راسك عشان تزبط الزبالة يعني. إخوانا كثير عجب الفيديو لأنه بيعطيني حيل عبقرية قاعد. خلينا نشوف الحيلة اللي بعدها. كيف يفترض بي الخروج من هنا ومكنسة كيت الغبية في طريقي؟ نطي فوق. كنت أعرف أن ذلك سيحدث. فيش حدا غبي كثير لدرجة انه بوقع على اشي هو شايفه، يعني شوفها بعينك بعدين تخبط فيها لا ما بصير. ربما يجدر بك استخدام هذا الحبل. ها؟ واو الذكاء. خير شوف شو بدها تعمل هسه. ما عليك سولف حبل مطاطي كهذا على كل جانب من المكنسة الكهربائية. لن تضطر الآن لترك اي اسلاك خطيرة اثناء التكنيس. ما بتترك اي اسلاك خطيرة الا السلك الكهرباء. بس عادي يا اخوان خلاص مو مشكلة. حيل عبقرية جدا للكسالة. مواقف يومية مألوفة للفتيات. اوكي مواقف يومية بتصير كل يوم هاي الشغلات. تلويح المحرج تمام. مرحبا انا هنا. ها مرحبا. اي لم اعلم انك ستكونين هنا. دعيني اجلس معك. تنكس الزلمة. اوكي هاي بتصير كثير صح. خلينا نكون صريحين يعني احنا صحيح متمسخر على الناس هذول بس هاي بتصير مع الكل. اوكي خلينا نشوف اللي بعدها. الدعس على البراز. شو؟ لا شيء يمكنه إسداد نزهة جميلة في الحديقة. حسنا هناك شيء واحد. شو؟ شو؟ هل تمزح معي؟ اوكي هاي مواقف يومية مألوفة للجميع. واحد يعني ابصر شو صاير معاه اضطر يعملها على الارض وهي دعست عليها. انا دائما بدعس على مخلفات انسان انا ماشي رايح على الجامعة. شو يعني؟ يجب أن أذهب. انتظريني. لا إسهال بعدين يعني عارف في إشي يعني مزبط. الله يقرفكم. إن كنت مثل أوليفيا فلا شيء يثير حماسك مثل وقت تناول وجبة خفيفة. الوجبات الخفيفة يعني شيبس وهسه أوليف. يسيل لعابي الآن. أوكي هذا ما بصير معي. ما أعرف عنكم ما بصير معي هيك. ربما بلغت أوليفيا في حماسها قليلا. ولي شو مالها هاي مجنونة. حسنا ارتدوا خودات يا ناس ستنفجر الآن. نعم الحبوب مين هيك بصير معاه؟ البنات. هاي مواقف يومية مألوفة للبنات للفتيات. يا فتيات هل بصير معكم هيك؟ إذا بصير معكم هيك فأنتم مجانين كلكم. شكرا. حيل عبقرية وخدع مرحة مع الأطعمة. الفيديو عليه 30 مليون مشاهدة. أكيد الفيديو حلو لأنه عليه كثير مشاهدات. وما هي قطعة الكوكيز بدون كأس بارد من الحليب لغمسها فيه؟ حسنا ابقى هادئا لنجربها بهذه الطريقة. سأغمسها بحرص شديد. خلاص هم بيدوروا على حلول عبقرية فقط فإنه يغير الكاسة أو مثلا يزود حليب. لا مش عبقرية الحيل هاي بدهم حيل عبقرية. من صمم هذه الكؤوس الطويلة لم يعرف ما كان يفعله. جد اللي صمم الكاسة هو الغبي والله له غبي. هل يريد أي أحد كوبا كبيرا من حليب الكوكيز؟ مش طبيعي. زلمة جرب أول مرة ما زبطت بعديها ضل يجرب. ما بتعرفوا يمكن على المرة الخامسة إنه الكاسة تزبط. خلص فجأة الكاسة مش عارف تستحي عدمها. أعتقد أني وجدت الحل لمساعدتك في حل معضلة الكوكيز. اغرس شوكة عادية في جانب الكوكيز هكذا. واو يستخدم الشوكة عشان يحط الكوكيز؟ كيف ما خطرت عباله؟ جد حيل عبقرية حيل عبقرية يا إخوان. يمكنك مناداتي سيدة الغمس. طلع وجه الزلمة بتحسه أول مرة بفهم كيف الشوكة بتشتغل. شو التخلف العقلي. أترى لا يمكنك إحضار أي طعام من المنزل إلى السينما. إنها حقيقة قاسية. جد إنك غبي. البنت هسه حتفرجينا حيلة عبقرية كالعادة. قواعد غبية. طلع وجه البنت ورا بتحسها بتعطي وجوه إنه يا الله ما أغباك. قواعد غبية. هسه بفرجيك كيف الواحد بيكون عبقري. تذكرة لشخص أو شخصين على الأرجح. يا إلهي لم أعلم أنك حامل. اذهبي مباشرة. جد يا إخوان إنه الشاب غبي يعني كان ممكن بكل سهولة يعمل حاله حامل ويدخل الأكل معه. جد هاي البنت عبقرية الشاب غبي. اوكي مواقف والدي يعرفها الجميع. اوكي هاي المره مو بس البنات هاي للكل. مواقف كل حدا بيعرفها الجميع. انت حتعرفها انا حعرفها خلينا نشوف. انه الربيع
وتعلمين معنى هذا؟ وقت التنظيف. أوكي، تنظيف البيت، الجميع بيعمل هيك. لا تنسي تنظيف لوحة المفاتيح يا هيلي، فهي أوكي، في وسخ في لوحة المفاتيح، في وسخ طلعته، غبرة ما غبرة، ماشي. مسحه دوما. أوكي، فلوس؟ ملمع الشفاء. بلاش نتهبل يا إخوان. قطة. شو؟ بديش حتى بديش أسأل، أنا بديش أسأل. لا أمانع غسل كوب، لكن كل هذا. أوكي، خلينا نشوف شو حيصير معها. الوقت لغسل الملعقة. لا عيوني. شو هذا؟ مين هيك بصير معها؟ أوكي أوكي، المعلقة رشت عليها مي. عيوني. ليش ما تشيل المعلقة؟ ليش ما تشيلها؟ ليش ما تشيلها على الحلفية؟ شو هذا؟ إيش صار؟ إيش؟ مش فاهم. صار في فيضان في المعلقة. يا إلهي أوقف هذا. أوكي، في جزء من الفيديو المعلقة بتكون شالتها من الحنفية بس المي لسه بتطلع. في شوية لاج، عفي في لاج، النت بطيء عندهم. حسناً اعترفي، كانت هذه السيناريوهات الصغيرة معروفة لك أكثر مما تصورت، صحيح؟ صح، قناة متخلف عقلياً ولا إشي فيها منطقي. خلاص أنتوا بس افتحوا قناتهم وشوفوا قديش الغباء اللي قاعدين بينزلوا. المشكلة مشاهدات مش بالملايين، جد بحكي لكم، كل فيديو 3 4 10 مليون 20 على هذا المحتوى، ولا بتفهم شو المنطق في الموضوع ولا إشي له علاقة بالدنيا. بتلاقيهم هذول بقصوا فلوس، يعني بتلاقيهم بيجيهم فلوس بالهبل، لأنه كمية المشاهدات اللي بتيجي يومي مع اختلاف اللغات، يعني بتعرف كل لغة عاملين قناة، فبالتالي يا إخوان مشاهدات عفق عفق يعني، وفلوس عفق عفق على هذا المحتوى المتخلف. بس احكوا لي رأيكم اللي شفتوه يا اخوان، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم على الفيديو وحوش، اغنية تعليقات سوربيس. هاي هي اغنية التعليقات، حنختار تعليق عشوائي هلا، هو تعليق عشوائي فلا تزعلوا، تعليق من الفيديو الماضي، علق في هذا الفيديو عشان تبين في الفيديو الجاي، تعليق عشوائي.